في مجلس الأمة وليس بعيدا عن الأجواء السياسية المشحونة، دار سجال اليوم بين النائبين مسلم البراك وخلف دميثير على خلفية وجهات نظر كل منهما من قضايا سياسية مختلفة. ولم يخلو السجال من اتهام البراك لزميله بأنه نائب حكومي، فيما قال دميثير للبراك في ختام السجال إنه ومن معه من النواب المؤزمين هم سبب المشاكل في البلد على حد قوله. عدسة الرأي سجلت تفاصيل الحوار الدقيقة فلنتابع. كنت بدخلون معارك جانبية، ما راح نعطيكم هالفرصة هذه. احنا ندخل معارك جانبية؟ ايه ما راح نعطيكم هالفرصة. احنا اللي مو معطيكم فرصة. لا 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 لا، انتم يكفينا عقاب الناس لكم بإذن الله. عقاب الله أكبر. عقاب الله من عقاب الناس. ايه اللي فرط مسؤولية الناس، فرط مسؤولية، فرط مسؤولية الناس. يعني كثر ما ظلم الناس ربك عارف. اهم من عقاب الناس. الناس عز الله اني ما ظلمت الناس. والله والله اسمعني. اي طبعا طبعا، انت اصلا ظالم نفسك. انت انت اسمعني زين، اسمعني، انا ما ودي ادخل وياك بجدل، وانا ما بدخل معك، لكن انت ورجال ما في تسجيل. لا ليش تخاف من التسجيل؟ لا ما خاف، لا خلي الناس تسمع. انا قلت لك تبي مناظره، خلي الناس تسمع. التلفزيون انا وياك شو المناظره؟ انت اصلا الف علامه استفهام على 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 وجودك في المجلس. انت اصلا كبرك على انت يا ضمير الامه، انت ضمير الامه. بس مراك عبادك اسمع لحظه يا عباس، تبي نعم خليني اقول لك ضمير الامه هذا، خلني اقول لك ضمير الامه. عباس 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 عباس، ليش الامه ايش فيها؟ لا تجادل، لا تجادل، لا تجادل خلف ابو مشعل، لا تجادله. ايش يصل عليك؟ انا انقص على الناس ضمير امه. حلو 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 حلو. انت ظلمت شعب كامل. انا ظلمت شعب، خلني اقول لك، خلني اقول لك شنو نبعت الشعب فيه، شنو نبعت الشعب فيه بالوقوف مع بالوقوف مع الحكومه. انتم فرد فرد اللي سنعت بالوقوف مع الحكومه، واللي سنعت واللي خلصت له شغل بالوقوف مع الحكومه، دراسه واللي تعطي رئيس الحكومه سنه ما تتقلاه بنفسك. راس الحكومه مو راس الحكومه، رئيس الحكومه. لا تخربط القانون. اي قانون، اي قانون هذا قانونك؟ القانون اللي خلاك عقب عقب الحكم القضائي، خلاك القانون قاعد بمجلس الامه. دستور الكويت ها؟ يقول مو دستور، دستور الكويت ما داس ببطنه الا انت وربعك. لا لا والله انت وربعك اللي داس ببطنه الا انت. لا يا ورب الكعبه ولا شنو عندك؟ قاعد عبد الله السالم، ايش حق تطلع؟ قاعد عبد الله السالم انحشت انت، ما كملت النصاب. قال لكم رئيس الوزراء، حضرت الجلسات الاربع؟ مالك فيصل مسلم؟ حضرتها ولا الحشد؟ ماني موجود، بس حتى انت موجود وين موجود؟ وينك وين؟ ليش مو مهم؟ ليش تهرب من الحصانه؟ ماشي ما حد تهرب، تعال صوت عليه، تعال بالجلسه عقدها وصوت عليه بالحصانه. ليش تنحاش يوم قال لكم رئيس الوزراء؟ احنا لحظه، احنا قاعدين نتكلم والناس تسمعنا. ليش يوم قال لكم رئيس الوزراء انحشتوا؟ قال لك رئيس الوزراء قال لك شلون صوت؟ ماني موجود. وينك؟ وينك انت موجود؟ انا موجود صوت ضده. صوت ضده وكمل الجدول. انا موجود اصوت ضده. عطلتم اربع جلسات. انا حصانه، ما توقف الدستور. اوقف حلو، اربع جلسات عطلتوها ليش؟ انا ماني موجود هنا. مت موجود؟ انا موجود. وبس اذا بغيتكم موجوده وبغيتكم موجود. اصوت ضده. وغيرك ربعك. ماني شنو غيري؟ ربعك اللي صوتوا مع رئيس الوزراء. نفسي. وربعك؟ عطلتم اربع جلسات ليش؟ على فيصل مسلم. واذا عطلتم جلسات تقولوا لنا ليش ما تمارسون دوركم في مجلس الامه؟ اذا انت ما في داعي تسوي. اسمعني اسمعني هذا كلامك. اسمعني اسمعني انت لا تزعل. لا مو ازعل، لا تزعل، تتكلم عدل انت. لا بغيت تتكلم، انا ما تعلمني. لا 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 لا، لا. تكلم عدل، انت مو من حقك تقول. اربع جلسات ليش عطلتها؟ جلستي اني احضرها ما احضرها. ليش عطلت اربع جلسات؟ مو انا اللي عطلت. انت حق عطلت؟ من اللي عطلهم؟ انتم مجموعه من النواب. لا ما عندك سالفه، انا لو اجي قاعد اقول لك اياها بالفم المليان. لا راح اصوت ضده. قول لي ليش عطلت اربع جلسات؟ لكن يتهرب من النيابه. ما يتهرب من القضاء. تعال صوت ضده، تعال صوت ضده، صوت ضده. ما والان لما ما تحكمني متى اجي الجلسه؟ لما نمارس دورنا بتروحون تاجلون اسم دورك بالشارع. بالشارع بالشارع تمارس دورك. عندك تسكر قاعد تسوي مشاكل بين المواطنين وبين الداخليه. ما راح تسكر هذول المواطنين اللي انتخبوك. قاعد عبد الله السالم مفتوح. هذول المواطنين اللي انتخبوك غيرك نسيتهم الحين؟ الحين هذول اللي انتخبوك. اسمعني هذول هم مسربوا اللي انتخبوك. انت شوف انت ما عندك شغل الا السياحه. انت اللي ما عندك شغل وانت والله ما عندك شغل الا السياحه واللجنه
واتهامات على الفاضي. عندي الفعل، عندي الفعل، لكن انت اللي شنو من الفعل؟ انت اللي شنو من الفعل سويت؟ انت مفترض تقول لي شنو سويت؟ جيب لي ادانه ادنت فيها واحد. انت نعم؟ جيب لي ادانه ادنت فيها احد مسؤولين الدوله. بس ما جبت شيء. ما دام في نواب، بس كل حكي مرسل. في نواب مثلك طبعا يرسمون. انا اشرفكم كلكم. ما ادري احنا الشرف الشرف. قول لي لا لا انا واحد شرف من تخميني الشعب الكويتي انا. لا شرف. لا لا تقول لي انت ومثلك. طبعا لي لا طبعا اسمح لي. انت اللي عطلت قاعد عبد الله السالم. انت اللي تبصم للحكومه بالحق والباطل. اسمع عندك غير الكلمات. عندك غير الكلمات. لا لا هذه الحقيقه اللي لا ما تسمعها. بس ما ابصم معك. انت صدر. انت زعيم. ما ابصم وياك. انت اللي صدر عليك حكم قضائي. ايه؟ باخراجك من مجلس الامه. ايه؟ والحكومه هذا اللي تبونه انتم. يا سلام. هذا اللي قاهركم. المهم انت رجعت غصبا عليكم. رجعت. لا مو غصبا عليك. وقعدت بغاحت عبد الله السالم غصبا عليك. انت وزعيم. رجعتك الحكومه. طيب لا تنفعل. تعال. لا انفعل. لا تنحاش. تعال. تعود على الهروب ولا غربله. لا لا لا. تعال.